السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. إن شاء الله في الفيديو دوت هنبدأ نخلص موضوع السلاب. إحنا بس كان فاضل لنا الطريقة التانية من طرق الأناليسيس اللي هي طريقة الفريم أناليسيس ميثود، تمام؟ إحنا كنا الطريقة اللي إحنا بنحل بيها الفترة اللي فاتت دي كلها هي طريقة الإمبيريكال، فاضل لنا بس طريقة الفريم أناليسيس ميثود، ودي إن شاء الله اللي هنبدأ نشتغله مع بعض في الإيه؟ في الفيديو دوت، تمام؟ هندخل ونشوف المثال اللي هنحله مع بعض. المثال بيقول يا باشمهندسين A typical floor plan of a building is shown. يعني عندنا دور متكرر في مبنى، تمام؟ قال لك اللايف لود بتاعنا ب 4 كيلو نيوتن على المتر المربع، وزن الحوائط 1.5، وزن التشطيبات ب 2، الابعاد بتاعت الاعمده 600 في 600 متر، تمام؟ عدد الادوار عندنا ب 3، ارتفاع الدور الواحد ب 3 متر، الاف سيو 30 نيوتن على المليمتر المربع، الاف يلد ب 360 نيوتن على المليمتر المربع. طيب ايه المطلوب؟ اول مطلوب بالنسبه لنا عايز يصمم البلاطه الفلات سلاب ونرسم تفاصيل التسليح، تمام؟ المطلوب رقم 2 ان انا اشيك بانش لعمود سي 1، مطلوب رقم 3 ان انا اعمل ديزاين للعمود سي 2. وادي سي 1 اللي محتاج اعمل له بانش تشيك بانش، وادي العمود سي 2 اللي محتاج اعمل له ديزاين، تمام؟ طيب هنفتكر مع بعض يا باشمهندسين الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها في الحل. احنا اول خطوه بالنسبه لنا كنا بنبدا نحسب ايه؟ الدايمنشن، تمام؟ عن طريق ان انا بحسب تخانه البلاطه واشوف فعلا لو عندي دروب بحسب ابعاده، لو انا عندي كولم هيد احسب ابعاده، بعد كده بحسب العرض بتاع الكولم ستريب والفيلد ستريب. ده بالنسبه لنا خطوه الدايمنشن. طيب الخطوه اللي بعد كده خطوه اللودز، ببدا احسب الدبليو ديد لود والدبليو لايف لود، ومنهم اقدر احسب الدبليو سلاب التيمت. الخطوه اللي بعد كده ببدا اعمل ايه؟ اناليسيس، اشوف ايه الطريقه المناسبه ان انا هعمل بيها اناليسيس، هل طريقه الامبيريكال ميثود ولا طريقه الفريم اناليسيس ميثود طبقا للشروط اللي اتفقنا عليها مع بعض. الخطوه اللي بعد كده ببدا اعمل عمليه ديستريبيوشن للتوتال مومنت من الخطوه اللي انا عملتها في الاناليسيس. الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندسين ببدا اشوف اكبر قيمه للعزم وابدا اعمل بيه عمليه الديزاين، ماشي؟ وفي الاخر خالص ببدا اعمل بانش وارسم تفاصيل التسليح. ده باذن الله السبع خطوات بتوعنا اللي هنبدا نمشي عليهم في المثال بتاعنا. اول خطوه عندنا يا باشمهندسين خطوه الدايمنشن، تمام؟ ان انا اول حاجه بحسب تخانه البلاطه. احنا ليه قلنا ليها احتمالين، يا اما تكون ال 1 على 32 او ال 1 على 36، ماشي؟ الحاله الاولانيه دي بستخدمها لو انا مش عندي دروب بدل، تمام؟ لكن الحاله الثانيه دي بستخدمها لو انا عندي دروب بانل. طيب انا نوع البلاطه هل هو حددها لي في المثال؟ هل قال لي مثلا استخدم فلات سلاب وذ دروب بانل؟ هل قال لي استخدم فلات سلاب وذ كولم هيد؟ هل قال لي استخدم اوردينري فلات سلاب؟ لا، ما حددش اي نوع خالص، تمام؟ انا في الحاله ديت ببدا انا اختار النوع المناسب ليا، تمام؟ عن طريق ان انا بشوف اللايف لود. احنا اتفقنا لو كان اللايف لود بتاعنا اقل من 5 كيلو نيوتن على المتر المربع بستخدم اوردينري فلات سلاب. لو كان اللايف لود بتاعنا محصور ما بين 5 و10 ليك ان انت تستخدم دروب بانل يا اما تستخدم كولم هيد. طيب لو كان اللايف لود بتاعنا اكبر من 10، في الحاله ديت ببدا استخدم الاثنين مع بعض، ان انا بستخدم فلات سلاب ودروب بانل مع كولم هيد. طيب انا هعمل اللايف لود عندي كام؟ ب 4، تمام؟ يبقى انا اقل من 5، يبقى انا في الحاله دي استخدم اوردينري فلات سلاب، يبقى انا ابدا استخدم اللي هو ال 1 على 32، ماشي؟ انا عندي البواكي اللي عندي كلها 8 متر، تمام؟ هقول ال 1 على 32 يبقى 8000 على 32 هيدينا 250 مللي. بعد كده يا باشمهندسين هل انا عندي دروب بانل محتاج احسب ابعاده؟ لا. هل انا محتاج عندي كولم هيد محتاج احسب ابعاده؟ لا. يبقى اخش على طول بعد كده ان انا احسب الويتس اوف كولم ستريب والويتس اوف فيلد ستريب. اتفقنا مع بعض ان دايما الكولم ستريب البعد بتاعها او العرض بتاعها متساوي في الاتجاهين، في اتجاه اكس وواي، دايما الاثنين على اثنين، ماشي؟ الفيلد ستريب بيكون اتجاه الاثنين على اثنين، والاتجاه الثاني اللي واحد ناقص الاثنين على اثنين، تمام؟ انا طبعا نتيجه ان البواكي اللي عندي متقسمه لابعاد متساويه 8 في 8، يعني الباكي 8 في 8 الباكي 8 في 8 كلها 8 في 8، يبقى عندك هتلاقي ان عرض الكولم ستريب هيساوي الفيلد ستريب هتساوي 4 متر، ماشي؟ ودي بالنسبه لنا تكون خطوه الدايمنشن وكون خلصت. الخطوه اللي بعد كده خطوه الاحمال، عن طريق ان انا بحسب الدبليو ديد لود والدبليو لايف لود. الدبليو ديد لود تساوي وزن البلاطه تي اس في الجام ار سي، وزن التشطيبات، وزن الحوائط، تمام؟ التي اس انا حسبتها ب 25 سم اللي هي 250 مللي،
يبقى ربع في 25 كثافة الخرسانة كيلو نيوتن على متر مكعب زائد وزن التشطيب ب2 وزن الحوائط ب1.5. الكلام ده هيدينا 9.75 كيلو نيوتن على المتر المربع. طيب وزن اللايف لود عندنا بيكون جيفن ب4، اقدر من خلالهم ان انا احسب الدبليو سلاب التيميت عن طريق يا اما اضرب 1.4 في الديد زائد 1.6 اللايف، او اضرب 1.5 في الديد زائد اللايف، تبقى لايه؟ تبقى للنسبه ما بين اللايف لود للديد لود. تمام، هبدا احسبها هتطلع 41% اقل من 75، يبقى انا في الحاله دي هستخدم 1.5 الديد زائد اللايف. تمام، هعوض بالكلام ده هيطلع 20.63 كيلو نيوتن على المتر المربع، ودي تكون خطوه اللودز. نيجي بقى لخطوه الاناليسيس اللي هي فيها بقى الاختلاف، ان انا هبدا اشوف استخدم انهي طريقه فيهم. تمام، ارجع للبلاي اهو، نفتكر مع بعض الشروط. اول شرط بالنسبه لنا باشمهندسين قال لك ان لازم يكون عدد البواكي في الاتجاه اللي انت بتدرسه لا يقل عن 3. تمام، طيب الشرط رقم 2 قال لك النسبه من طول الباكيه لعرضها اقل من 1.3. الشرط رقم 3 يا باشمهندسين قال لك الفرق ما بين باكيتين متجاورتين لا يزيد عن 10%، وقال لك الفرق بين باكيتين غير متجاورتين لا يزيد عن كام؟ عن 20%. طيب ابدا بقى اطبق الشروط اللي عندي في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. ماشي، ابدا في اتجاه اكس، عدد البواكي لا يقل عن 3، هبص الاقي ادي باكيه 2 3، يبقى اول شرط اتحقق. طيب النسبه لطول الباكيه لعرضها اقل من 1.3، انا عندي البواكي كلها 8 في 8، يبقى اذا 8 على 8 يطلع بواحد اقل من 1.3، يبقى اتحقق ده في اتجاه اكس. تمام، طيب الفرق بين باكيتين متجاورتين ما يزيدش عن 10%، كده كده كلهم متساويين، يبقى بصفر. تمام، اقل من 1/10. طيب الفرق بين باكيتين غير متجاورتين اقل من 2/10، برضه نفس الكلام اتحقق نتيجه ان البواكي كلها ابعادها زي بعض. تمام، يبقى انا اذا في اتجاه اكس هبدا استخدم طريقه الامبريكال ميثود. طيب في اتجاه واي هندسه ابدا نفس الكلام، اشوف ايه الشروط اللي عندي. اول حاجه عدد البواكي لا يقل عن 3، هبص الاقي ان الموجود بس باكيتين. تمام، ادي عندي باكيه وادي عندي باكيه ثانيه اتجاه واي. طالما يا باشمهندسين شرط واحد اخل، يبقى انا في الحاله ديت ما ينفعش استخدم طريقه الامبيريكال، يبقى انا في اتجاه واي هستخدم طريقه الفريم اناليسيس ميثود. وبنسبه كبيره ده اللي بيحصل يا باشمهندسين، ان احنا عندنا في الامتحان تقريبا بقالنا 3 4 5 سنين كده، لما بيجي طريقه الفريم اناليسيس ميثود مش بيدرس فيها الاتجاهين، دايما بيجي اتجاه بندرسه بالامبيريكال والاتجاه الثاني بندرسه بالايه؟ بالفريم اناليسيس ميثود. يبقى اصبح دلوقتي انا في اتجاه اكس هحل بطريقه الامبيريكال، وفي اتجاه واي هبدا احل بالفريم اناليسيس ميثود. هنبدا دلوقتي نشوف في اتجاه اكس هنعمل ايه. ادي خطوه الاناليسيس في اتجاه اكس، هلاقي عدد البواكي عندي ب3، هلاقي النسبه من طول الباكيه اللي عرضها واحد اقل من 1.3، وده اتحقق وده اتحقق. الفرق بين باكيتين اقل من 1/10، الفرق بين باكيتين غير متجاورتين اقل من 2/10، يبقى كل الشروط اتحققت، يبقى انا هستخدم امبيريكال ميثود. تمام، ببدا احسب العزم التوتال في اتجاه اكس عن طريق القانون بتاعنا دبليو ساب التيميت في ال واي على 8 الاكس ناقص 2 على 3 دي الكل تربيع. اعوض دبليو ساب التيميت ب 20.63 الواي ب8 على 8 في ال اكس ب8 ناقص 2 على 3 دي اللي هو البعد الصغير للسبورت اللي هو العمود اللي عندي اللي هو 6/10 تربيع، يطلع ب 1191.6 كيلو نيوتن متر. تمام، يفضل يا باشمهندسين لما يكون هستخدم طريقه الفريم اناليسيس ميثود في اتجاه وطريقه الامبيريكال في اتجاه، اخد كل اتجاه مستقل لوحده. بمعنى انا دلوقتي عندي اتجاه اكس احله بطريقه الامبيريكال، خلاص يبقى احسب التوتال مومنت بتاعه واوزعه على طول. ماشي، طيب في اتجاه واي نفس الكلام، انا جاي حاسب التوتال مومنت في اتجاه واي واوزعه على طول. ليه يا باشمهندسين؟ لان طريقه الامبيريكال ميثود ليها جدول خاص بالتوزيع زي ما شفنا قبل كده، لكن طريقه الفريم اناليسيس ميثود ليها جدول مختلف تماما. تمام، ده هنشوفه باذن الله لما نوصل ايه لاتجاه واي. تمام، يبقى انا دلوقتي حسبت التوتال مومنت في اتجاه اكس، اخش في التوزيع على طول. تمام، وده هتكون النسبه اللي هتطلع معانا طبقا للجدول بتاع الامبيريكال، هنا هيبقى 25%، هنا 30%، هنا 50%، هنا 25%، والناحيه الثانيه بالتماثل. تمام، ده للكولام ستريب. طب والفيلد ستريب؟ ده 5%، ده 20%، 20%، 15%، والناحيه الثانيه بالتماثل. وده بالنسبه لنا يكون اتجاه اكس خلص، مفيش فيه اي اختلاف عن اللي احنا ايه عن الشغل بتاعنا فين في المرات اللي فاتت.
طيب نيجي بقى نبص في اتجاه واي. هبص يا باشمهندسين اطبق الشروط، هقول عدد البواكي طلعت باتنين اقل من تلاتة زي ما اتفقنا، لو شرط واحد باظ خلاص يبقى في الحالة ديت اخش على طريقة الايه الفريم اناليسيس ميثود. اللي هيحصل يا هندسة ان انا هروح للبلان بتاعي وابدأ اقسمه لمجموعة من الفريمات. ازاي الكلام ده يا هندسة؟ عن طريق ان انا اشوف المسافة اللي موجودة بين الاعمدة وابدأ انصفها بالشكل ده كده، ادي هنا بالشكل ده كده، وادي ادي بالنسبة لنا فريم، وادي فريم تاني، وادي فريم كمان، وادي فريم في الاخر. تمام، يبقى ده كده اصبح فريم، ودوت فريم تاني، ودوت فريم ثالث، في الاخر خالص فريم رابع. تمام، هلاقي ان عرض الفريم عندي بعدين، عندي عرض كامل 8 متر هنا، ونفس الكلام الفريم دوت برضه هيكون ب 8 متر. دايما اللي على الاطراف بيكون نص فريم، يعني هنا العرض بتاعي هيكون 4 متر والناحيه الثانيه ب 4 متر. تمام، انا لما باجي ادرس بدرس دايما العرض الكامل 8 متر، ماشي. فانا في الحاله ديت اروح جاي مطلع الفريم بتاعي هيكون بالمنظر ده، عباره عن سبيس فريم بيتكون من عمود 2 3 والبلاطه بتاعتنا. ادي عمود في اتجاه واي، ادي عمود 2 3 والبلاطه، ماشي. زي ما اتفقنا ان عرض الشريحه بتاعي بيكون 8 متر، عرض الفريم 8 متر اهو، والسبيسنج بتاعت الاعمده في اتجاه واي ادي 8 8، وبروز الكابول اللي فوق 2.4 هيكون بالمنظر ده كده. تمام، واحنا عندنا كان ارتفاع الدور ب 3 متر فوق وتحت. اللي هيحصل يا هندسه ان انا اخد الفريم دوت وابدا احسب الحمل اللي عليه. تمام، احنا عندنا دايما الحمل اللي بيكون على الفريم وحدته بتكون كيلو نيوتن لكل متر. انا كده كده كنت حاسب وزن السلاب التيمت الدبليو سلاب التيمت، ماشي، وحدتها تبقى كيلو نيوتن على المتر المربع. فانا عشان احسب الحمل اللي على الفريم بالوحده دي محتاج اضرب في بعد كمان، ماشي. طيب البعد ده ايه هندسه؟ دايما هيساوي الدبليو سلاب التيمت في البعد العمودي على اتجاه الفريم، ماشي. يبقى انا في الحاله ديت هقول ان الدبليو التيمت اللي هتبقى على الفريم هيبقى الدبليو سلاب التيمت في البعد العمودي. طيب فين البعد العمودي يا هندسه؟ انا بشوف اتجاه الفريم اللي انا بدرسه في اتجاه فين، هلاقيه ان انا بدرسه في اتجاه واي، يبقى اروح جاي ضارب في ال اكس. انا كده كده عندي الابعاد زي بعض فتطلع ب 8 متر. يبقى انا في الحاله دي هقول 20.63 في 8 هيطلع 165.4 كيلو نيوتن لكل متر، هو ده الحمل اللي هيأثر على الفريم بتاعي بالشكل ده. المطلوب مننا دلوقتي يا هندسه ان انا بعد ما حسبت الحمل المؤثر على الفريم بتاعي اللي هو مقداره 165.4 كيلو نيوتن على المتر، ان انا ابدا اخد الفريم وابدا اعمل له عمليه اناليسيس، ان انا ارسم له البندنج مومنت ايه دايجرام، وبعد كده ابدا اخد التوتال مومنت المؤثر على البلاطه اللي عندي وابدا اوزعها على الكولم ستريب والفيلد ستريب طبقا للجدول التوزيع الخاص بطريقه الفريم اناليسيس ميثود. تمام، وده جدول مختلف تماما عن طريقه الايه الامبيريكال، ماشي. طيب احنا المفروض هناخد الفريم بتاعي واعمل له عمليه اناليسيس باستخدام طريقه من طرق الاستراكشر، والطريقه اللي هنستخدمها ان شاء الله هي طريقه المومنت ديستريبيوشن. مومنت ديستريبيوشن طريقه المومنت ديستريبيوشن دي بنستخدمها بحيث نحل المنشات الانديترمت ايه استراكشر. تمام، طيب الطريقه دي بتعتمد على اي هندسه؟ بتعتمد ان انا باجي عند الجوينتس بتاعت الايه المنشأ اللي انا بحله اهي، بعد كده هندسه بتبدا تقطع المنشأ بتاعي عند الجوينت دي لمجموعه من العناصر، يعني ادي البلاطه ادي العمود ادي عمود. بعد كده هندسه بعد كده ببدا احسب الفيكس اند مومنت لكل عنصر عندي، ادي البلاطه اللي عندي عليها احمال موزعه احسب الفيكس اند مومنت بالشكل ده كده. بعد كده عندي العمود مش عليه احمال هيبقى الفيكس اند مومنت بزيرو، الفيكس اند مومنت بزيرو. طيب بعد كده انا المفروض يكون مجموع العزومه عند الجوينت دي بصفر، لكن هبص هلاقي ان البلاط عليها فيكسد اند مومنت ولكن الاعمده بصفار، فبعدين كنت باخد الفيكسد اند مومنت نتيجه التجميع ديت واعكسها بعكس الاشاره. بعد ما باخد يا باشمهندسين قيمه العزوم بعكس الاشاره
ببدأ أوزعها على العناصر اللي عندي طبقا للستيفنس، تمام، طبقا لقدرة كل واحد. فأنا في البداية المفروض إن أنا بحسب الستيفنس للعناصر اللي عندي اللي هو البلاطة والعمود والعمود. طيب الستيفنس هتساوي إيه هندسة؟ بتساوي الـ E في الـ I على الـ A، تمام. أنا عندي الـ E دي بتعبر عن المودلس أوف إلاستيستي، دي خاصة بالماتيريال اللي بيتكون منها العنصر بتاعي سواء كان خرسانة أو ستيل أو خشب، تمام. طيب الـ I ده المومنت أوف إنرشي للعنصر اللي هو بي في التي تكعيب على 12، والـ L ده الطول. طيب فأنا في الحالة دي هبدأ آخد المومنت أوف إنرشي في البداية، هبدأ أحسب المومنت أوف إنرشي للعمود وأبدأ أحسب المومنت أوف إنرشي للبلاطة. طيب القطاع بتاعي بتاع العمود، إحنا القطاع بتاع العمود بتاعنا مربع 600 في 600، فأقول البي في التي تكعيب على 12 هيدينا الرقم ده. طيب بالنسبة بقى للبلاطة هندسة، أرجع أبص على البلان بتاعي، هتلاقي يا باشمهندس ادي الفريم اللي اتفقنا ان انا هبدا اخد ايه ادرسه معايا. طيب هلاقيه عامل ازاي هندسه؟ هتلاقيه عباره عن قطاع مستطيل العرض بتاعه ب 8 متر والسمك بتاعه هو سمك البلاطه، هو ده القطاع اللي انا بدرسه. فاصبح دلوقتي لما اقول البي في التي تكعيب على 12 يبقى اقول 8 في ربع تكعيب على 12. انا في الحاله اللي عندي دي اهو ده شكل البلاطه اللي عندي، هيبقى العرض بتاعها 8 متر والسمك بتاعي هو سمك البلاطه 250 مللي، فاقول البي في التي تكعيب على 12 هيدينا الرقم ده. طيب بعد كده يا باشمهندسين ببدا احسب الاستيفنس بتاع العنصر الاي في الاي على ال، بس نتيجه ان العناصر دي كلها من الخرسانه المسلحه فالاي ثابته في كله فهتلاقيها طارت معاك، فما فيش داعي ان احنا ندخلها معانا في الحسابات خالص، هنحسب الاي على ال على طول. طيب العمداني هندسه، هحسب الاستيفنس بتاع العمدان، عندك الاي على ال بالعمود، الاي انا كده كده حسبتها اهي. طيب طول العمود كام يا هندسه؟ 3 متر، كان موجود في المساله ان ارتفاع الدور 3 متر، تمام، هيطلع ان الاستيفنس بتاع العمود بالرقم دوت. طيب الاستيفنس بتاع البلاطه نفس الكلام، هبدا اقول الاي بتاعه البلاطه على الطول بتاعها، انا الاي الاستيفنس بتاعه البلاطه او المومنت اوف انيرشيا بتاع البلاطه اهي على الطول، الطول بتاعي 8 متر، ادي البلاطه هنا 8 متر وادي البلاطه هنا 8 متر، هيبدأ يدينا يا باشمهندسين الرقم دوت، يبقى ده الاستيفنس بتاع البلاطه. بعد ما حسبت الاستيفنس يا باشمهندسين ابدا احسب حاجه اسمها ديستريبيوشن فاكتور. خلاص الديستريبيوشن فاكتور دوت هو عباره عن النسبه اللي هيبدا يسحبها العنصر من العزم بتاعي، تمام. ابدا عند كل جوينت بقى ابدا احسب، عند جوينت ايه ابدا احسب اشوف البلاطه هتسحب كم من العزوم، العمود ده هيسحب كم من العزوم، العمود ده هيسحب كم من العزوم. نفس الكلام عند الجوينت بي، اشوف البلاطه ناحيه اليمين هتسحب كام، البلاطه ناحيه الشمال هتسحب كام، العمود من فوق هيسحب كام، العمود من تحت هيسحب كام. اجي في الجوينت سي نفس الكلام، البلاطه هتسحب كام، العمود هيسحب كام، العمود هيسحب كام، تمام. طيب عن طريق هندسه ان انا بحسب الاستيفنس بتاعه العنصر على مجموع الاستيفنس عند نفس الجوينت، تمام. انا دلوقتي انا بحسب كده كده بحسب ايه البلاطه، انا اللي يهمني البلاطه ما يهمنيش العمود في اي حاجه دلوقتي، تمام. فانا محتاج احسب الديستريبيوشن فاكتور للبلاطه عند جوينت ايه وعند جوينت بي وعند جوينت سي. طيب هبدأ أول حاجة عند جوينت اي، خلاص عند بوينت اي أشوف إيه العناصر اللي عندي. أنا دلوقتي محتاج أحسب للبلاطة فأقول كي سلاب على مجموع الاستيفنس بتاعت الإيه العناصر اللي موجودة في الجوينت دي، تمام، اللي هو عند جوينت اي، فبقول كي سلاب على مجموع الاستيفنس بتاعت العناصر اللي موجودة عند جوينت اي. طيب كام عنصر موجود عند جوينت اي هندسة؟ هتلاقي بلاطة وعمود وعمود، يبقى إذن كي سلاب على 2 كي عمود زائد كي سلاب، ماشي. بقول كي سلاب اللي انا حسبتها اهي 1.3 في 10 اس سالب 3 على 2 في الكي عمود اللي هي 3.6 في 10 اس سالب 3 زائد كي سلاب اللي هي 1.3 في 10 اس سالب 3، هيدينا ان الديستريبيوشن فاكتور او القيمه اللي او النسبه اللي هيسحبها البلاطه من الكونكشن او من العزوم دي كلها بالرقم ده، تمام. بعد كده ابدا اخش عند الجوينت بي، هروح عند جوينت بي اهي، ادي جوينت بي نفس الكلام، انا بحسب للبلاطه اللي عندي فاقول كي سلاب على مجموع الاستيفنس للعناصر اللي موجوده عند جوينت بي. طيب انا عند جوينت بي في موجود كام عنصر؟ موجود في بلاطه من ناحيه اليمين، في موجود بلاطه من ناحيه الشمال، في موجود عمود من فوق، في عمود موجود عمود من تحت، فاقول 2 كي عمود زائد 2 كي بلاطه كي سلاب وابدا اعوض، ماشي. مع جوينت بي هيدينا كي سلاب على 2 كي عمود زائد 2 كي بلاطه،
عوض برضو بنفس القيم بتاعت الاستيفنس، هيدينا ان البلاطه نسبتها 0.133. تمام، نفس الكلام ابدا احسب عند جوينت سي نسبه البلاطه هتسحب كام، هروح اشوف عند جوينت سي نفس الكلام، هقول كي سلاب على مجموع الاستيفنس للعناصر اللي موجوده عند جوينت سي. طيب كم عنصر يا هندسه؟ هتلاقي في بلاطه ناحيه الشمال، في بلاطه ناحيه اليمين، في عمود من فوق وفي عمود من تحت. بس في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها يا هندسه، ايه هي؟ في حاله وجود كانتليفر، اهو في حاله وجود كانتليفر يا هندسه عندك الكانتليفر ما بيدخلش معايا في الحسابات. طيب اشمعنى ليه الكانتليفر مش هيدخل معايا في الحسابات؟ لان الكانتليفر بيكون عنصر او جزء من المنشأ الديترمينيت، تمام، سهل ان انا احسب عنده المومنت عن طريق ان انا اقطع واحسب ناحيه اليمين. ففي الحالة ديت أقدر في الجزء دوت أحسب العزوم كام في الكانتليفر، فبالتالي مش بيدخل معايا في الحسابات. يبقى أصبح دلوقتي هتلاقي عند جوينت سي هنقول كي سلاب على كي سلاب واحدة بس زائد 2 كي عمود. كي عمود. خلاص؟ لأن أنا عندي كي سلاب من ناحية الشمال بس، وفي عمود من فوق وفي عمود من تحت. لكن ناحية الكانتليفر مش هدخله معايا في الحسابات خالص يا هندسة، لأن الجزء ده من المنشأ بيكون ديترمين. ابدا اشوف الحسابات اللي عندي، نفس الكلام كي سلاب على 2 كي عمود زائد كي سلاب. خلاص هبدا اعوض، هيطلع ان نسبه البلاطه هيطلع ب 0.153. تمام، انا خلاص دلوقتي حسبت النسبه اللي هي بتمثل دي يعتبر الريلاتيف ستيفنس. اروح بقى احسب الفيكسد اند مومنت اللي على اساسه هبدا اوزع العزوم بتاعتي. ابدا اخد البلاطه اللي عندي، ادي البلاطه اللي عندي هندسه الاسبان بتاعها 8 متر 8 متر، هاخد البلاطه اقطع بالشكل ده كده وهاخد احلها بره، هديك النظام ده كده حمل 165.04 كيلو نيوتن للمتر، هيكون الفيكسد اند مومنت دبليو ال سكوير على 12، هديك 880.2 كيلو نيوتن متر. نفس الكلام هاخد الكانتليفر اقطع واخده واحسب له الفيكسد اند مومنت بتاعه، يبقى دبليو في ال سكوير على 2. تمام، في قاعده مهمه جدا للاشارات اللي هنستخدمها في الحل، هتبقى مع عقارب الساعه موجه وعكس عقارب الساعه سالب. يعني دوت مع عقارب الساعه خدنا اشارته موجب، ده عكس عقارب الساعه خدنا اشارته سالب، الكانتليفر جاب لي مومنت عكس عقارب الساعه خدنا اشارته بالسالب. طيب بعد كده هندسه ابدا اخد البلاطه اللي عندي وابدا اعمل لها الجدول بتاع المومنت ديستريبيوشن بتاعي، المومنت ديستريبيوشن. طيب ادي البلاطه اللي عندي تتكون اي بي، هناخدها لوحدها اي بي، بعد كده بي سي، بي سي لوحده في الاخر خالص جزء الكانتليفر اللي طاير بره، جزء الكانتليفر اللي بره. طيب الجدول هيتكون من ايه هندسه؟ الجدول هيتكون من الديستريبيوشن فاكتور اللي احنا حسبناه، بعد كده الفيكسد اند مومنت، بعد كده الديستريبيوشن مومنت، بعد كده الكاري اوفر مومنت، وفي الاخر خالص المومنت فاينل العزوم النهائيه، هي دي الهدف بتاعي كله. طيب انا عندي الديستريبيوشن فاكتور حسبته للبلاطه عند نقطه A ونقطه B ونقطه C، حط القيم اللي انت حسبتها فوق يا هندسه. عند نقطه A طلع نصيب البلاطه 0.153 اهي 0.153 عند نقطه A. طيب عند نقطه B طلع 0.133، عند نقطه B طلعت 1.33. تمام، عند نقطه C البلاطه طلعت 0.153 0.153. تمام، وزي ما اتفقنا ان الجزء الكانتليفر ده مش بيدخل معايا في الحسابات خالص، مالوش ديستريبيوشن فاكتور. طيب بعد كده هندسه بحط الفيكسد اند مومنت عند كل النقط بتاعتي. عند نقطه A كان بسالب 880.2 اللي هو هيبقى في الاتجاه ده عكس عقارب الساعه بالسالب، هنا مع عقارب الساعه بالموجب 880.2، نفس الكلام الناحيه الثانيه، وادي الكانتليفر بتاعي. طيب بعد كده هندسه انا اتفقت بعد الفيكسد اند مومنت ببدا عند كل جوينت اجمع قيم العزوم واعكسها بعكس الاشاره واضربها في الديستريبيوشن فاكتور. طيب ازاي الكلام دوت؟ انا دلوقتي عندي جوينت اي عندي فيكسد اند مومنت جاي بالشكل ده كده من البلاطه، والعمود مش عليه احمال، الفيكسد اند مومنت عنده بصفر فوق وتحت، يبقى اذا المجموع كله هيكون بكام يا هندسه؟ هيكون بقيمه الفيكسد اند مومنت للبلاطه بس، هيكون بسالب اهو 880.2، هعكسها بعكس الاشاره هيبقى 880.2 واضربها في الديستريبيوشن فاكتور بتاع البلاطه اللي عندي اللي هي 0.153، يبقى اقول 880.2 في 0.153 هيطلع 134.67 اهو.
يبقى دوت عند جوينت ايه كده عملنا ايه؟ عملية ايه؟ مومنت ديستريبيوشن. طيب اجي عند نقطة بي نفس الكلام، انا عندي فيكسد اند مومنت البلاطة ناحية اليمين، فيكسد اند مومنت البلاطة ناحية الشمال، ومفيش احمال على الاعمدة، يبقى فيكسد اند مومنت عندي بصفر. يبقى اذا ابدا اجمع العزوم بس هتطلع بصفر. في الحالة دي يبقى الديستريبيوشن مومنت عندي بصفر عند نقطة بي ناحية اليمين وناحية الشمال. طيب اروح عند نقطة سي، نقطة سي هندسة هيبقى عندك في كانتليفر ناحية اليمين وبلاطة ناحية الشمال، في عمود فوق وعمود تحت، هتلاقي إن في عزوم على الكانتليفر أهو، وفي عزوم على البلاطة أهو، وفوق الأعمدة ما فيهاش عليها أي أحمال خالص بصفر وصفر. جمع بقى يا هندسة، مش هيبقى لك بس غير الفيكسد إند مومنت للبلاطة والفيكسد إند مومنت لإيه؟ للكانتليفر. يبقى إذا هجمع القيمتين دول أهو وأعكس الإشارة وأضرب في الديستريبيوشن فاكتور. طيب نشوف مع بعض. يبقى اذا 880.2 ناقص 475.3 اهو 404.9، اعكسها عكس الاشاره، يبقى سالب 404.9 في قيمه الديستريبيوشن فاكتور للحمل اهو بتاع العنصر البلاطه 0.153، هديك سالب 61.95. تمام، وده بيمثل الديستريبيوشن مومنت بتاعي. طيب بعد كده هندسه خطوه الكاري اوفر مومنت، ان انا اودي القيمه ديت بنص يمين وشمال والقيمه دي بنص. تمام، نفس الكلام هنا نص وهنا نص. تمام، والكلام ده مش بنعمله بالكانتليفر عشان ده جزء الثيرم. بعد كده العزوم المومنت فاينل، هيبدا اجمع باي هندسه قيم العزوم اللي موجوده في الصف اللي عندي. عندك قيمه فيكسد اند مومنت اهو، في ديستريبيوشن مومنت اهو، وكاري اوفر مومنت اهو. تجمع القيم دي تديك الايه؟ العزوم عند جوينت ايه بسالب 745.53. نفس الكلام عند نقطة B، أجمع الفيكسد إند مومنت وأجمع الديستريبيوشن مومنت وأجمع الكاري أوفر مومنت، هيديك ب 947.54. عند نقطة B بس ناحية اليمين نفس الكلام، سالب 880.2 ديستريبيوشن مومنت بصفر، يبقى كاري أوفر مومنت بسالب 30.98، هيديك سالب 911.18. عند نقطة C نفس الكلام، جمع فيكسد اند مومنت ديستريبيوشن مومنت كاري اوفر مومنت، هيديك 818.25. طبعا الكانتليفر طبعا زي ما اتفقنا ده جزء ديترمينيت، هينزل قيمة العزم زي ما هو مباشرة. خلاص، طيب نبدأ نرسم العزوم اللي موجودة على البلاطة اهي. ده التوتال مومنت للبلاطة اللي عندي، هنا في العزوم 745 اهو، طبعا الإشارة بالسالب عشان كده العزم هيكون فوق. في النص هندسة عند نقطة بي ناحية الشمال هيديك يا باشمهندس 947.54، ناحية اليمين هيديك سالب 911 بوينت كام؟ 1.8. عند الكانتليفر نفس الكلام، هيديك قيمة العزوم ناحية الشمال وقيم العزوم الكانتليفر ناحية اليمين. ده هيكون بالنسبة لنا العزوم السالبة. طيب العزوم الموجبة ببدأ أعلق من المنتصف بارابولا مقدارها دبليو ال سكوير على كام؟ على 8. وده بالنسبه لنا يكون التوتال مومنت للايه؟ للسلاب اللي عندي. يبقى دلوقتي نلخص يا باشمهندسين موضوع الفريم اناليسيز ميثود. تمام، اول حاجه ان انا ببدا اشوف الشروط اللي عندي، هلاقي اي شرط من الاربع شروط اللي احنا اتفقنا عليهم ما اتحققش، يبقى انا في الحاله دي هختار طريقه الفريم اناليسيز ميثود. تمام، ببدا اعمل ايه هندسه؟ ببدا احسب عرض الفريم اللي عندي عن طريق ان انا بقسم البلاطه عندي لمجموعه من الفريمات. طبعا انا باخد الفريم اللي بالعرض الكامل، ماليش دعوه بالنص. تمام، اهو انا خدت لما جيت درست الفريم بالعرض الكامل اللي هو ب 8 متر. طيب بعد كده يا هندسه ببدا احسب له الحمل عن طريق ان انا اقول الدبليو سلاب التيمت في الطول العمودي. ماشي، الطول العمودي اتفقنا بشوف اتجاه الفريم بتاعي هيكون فين، هلاقيه في اتجاه واي، يبقى اذا الطول العمودي بتاعي هيكون ال اكس اللي هو ب 8 متر. طيب وبعد كده يا هندسه ببدا اشوف اعمل اناليسيز للايه؟ للفريم اللي عندي، عن طريق ان انا بحسب المومنت اوف انيرشيا للعناصر اللي هو البلاطه والعمود، ادي العمود وادي البلاطه. طيب بعد كده ببدا احسب الاستيفنس البلاطه والعمود نفس الكلام، اي على ال اي على ال. طيب بعد كده ببدا احسب الديستريبيوشن فاكتور للبلاطه اللي عندي، ده اللي يهمني. تمام، عند كل الجوينت كلها، عند جوينت A وجوينت B وجوينت C. بعد كده احسب الفيكسد اند مومنت، خلاص عند نقط اتصال كلها. وبعد كده ببدا اعمل الجدول بتاعي واجيب الام فاينل وارسم التوتال مومنت للبلاطه. طيب
الخطوه اللي بعد كده هندسه ان انا ببدا بقى اعمل عمليه ديستريبيوشن باستخدام طريقه الفريم اناليسيس ميثود. طيب هنشوف الجدول الهندسه عباره عن ايه. بدا الجدول يقسم لي العزوم دي عزوم سالبه داخليه وعزوم سالبه خارجيه وعزوم موجبه. طيب ايه اللي حصل يا هندسه؟ قال لك في حاله العزوم السالبه الداخليه 75% منها هيروح لشريحه العمود و25% هيكون منها لشريحه الوسط. طيب في حاله العزوم السالبه بس الخارجيه؟ قال لك لا، ده هنقسمها 80 20، 80 هيروح للعمود و20 هيروح للوسط. طيب العزوم الموجبه؟ قال لك 55% هتروح لشريحه العمود و45% هتروح لشريحه الوسط. طيب نشوف الكلام دوت هنطبقه ازاي. تمام، ابدا يا باشمهندسين اشوف العزوم اللي موجود عندي بالشكل ده كده. ابدا اول حاجه عن العزم اللي بره، ده بالنسبه لنا عزم سالب خارجي. طيب نسبته هتكون 80% لشريحه العمود و20% لشريحه الوسط. بقول ادي 80% لشريحه العمود هتبقى 20% لشريحه الوسط. طيب بعد كده هندسه هلاقي في عزم موجب بالشكل ده كده، قال لك 55 و45، فهنقول 55 في قيمه العزم الموجب و45 في قيمه العزم السالب. طيب بعد كده هندسه في عزم سالب بس العزم السالب ده داخلي، فاحنا في الحاله دي هيكون 75 و25. طيب انا هشتغل على انهي واحده من القيمتين دول؟ هنشتغل على القيمه الاخضر، تمام، لان هي دي بتمثل لنا الكريتيكال اكتر. تمام، فهبدا اقول 75% في قيمه العزم دوت لشريحه العمود و25% في قيمه العزم ده لشريحه الوسط. تمام، اقول 75% شريحه عمود و25% شريحه وسط. طيب فاضل لك عزم موجب هنا نفس الكلام، 55 45، 55 شريحه عمود، 45 شريحه وسط. هيفضل لنا بس العزوم اللي موجوده على الكانتليفر. طبعا العزوم دي هتكون عزوم سالبه داخليه، تمام، انا مش بحكم واقول عزم سالب خارجي غير لما يكون السبورت بتاعي بره خالص، تمام، لكن انا في الحاله ديت السبورت بتاعي في جنبه بلاطه ناحيه اليمين، يبقى بالنسبه لي ده عزم سالب داخلي. خلاص هاخد طبعا العزم الاكبر اللي هو 808.25 واوزعه، عزم سالب داخلي 75 25. خلاص عشان كده قلت 75 شريحه عمود و25 شريحه وسط. طيب دلوقتي هندسه بعد كده خلاص انا كده خلصت في اتجاه اكس طريقه الامبيركال، حسبت التوتال مومنت وعملت ايه ديستريبيوشن، في اتجاه واي حسبت التوتال مومنت باستخدام طريقه الفريم اناليسيس ميثود وعملت له ايه عمليه ديستريبيوشن. نخش بقى على الخطوه اللي بعد كده، هي خطوه الديزاين. ببدا طبعا اشوف اكبر قيمه للعزم واصمم عليها. هتلاقي اكبر قيمه للعزم هي في اتجاه واي اللي هي القيمه هنا، تمام، لان انت عندك في اتجاه اكس، ادي في اتجاه اكس كانت طالعه القيمه الماكسيموم فيها 595، تمام، لكن انا عندي في اتجاه واي جاب لي الاكبر اللي هي 710، يبقى اقول 710.66 ده قيمه العزم اللي انا اصمم عليه. طيب شكل القطاع ايه هندسه؟ ادي شكل القطاع وادي العزوم سالبه. العرض بتاعي هيكون عرض شريحه عمود اللي هو بالنسبه لنا 4 متر، والسمك هو التي اس اللي هو 250 مللي. خش بقى في الدي بتساوي سي واحد جذر الامالت بتاع الاف سي في البي، عادي جدا خالص. ادي عندك الدي اللي هو تي اس ناقص الكفر يطلع 230 تساوي سي واحد جذر قيمه العزم 10 اس 6، الاف سي كان ب 30 ميجا باسكال، البي ال 4 متر اللي هتبقى ب 4000 مللي. ماشي، احسب السي واحد، اجيب الجي من الجدول، احسب الاريا ستيل الامالت بتاع الاف ال في جي في الدي، هيطلع معانا يا باشمهندسين الاريا ستيل ب 11551.6 مللي متر بس للشريحه. خلاص، لان انا لما جيت عوضت هنا بالبي عوضت بالبي بتاعت العمود، يبقى اذا قيمه التسليح دي كلها المفروض احطها في الشريحه كلها بالعرض البي اللي هو بال 4 متر، تمام. وزي ما اتفقنا احنا في البلاطات بنبدا نشتغل تسليحنا لكل متر، فانا هقول اريا ستيل على البي اللي هو عرض الشريحه هيديك 2887.9 ملي متر بس لكل متر. ماشي، هحوله لقطر وعدد هيطلع 8.22 لكل متر. تمام، بعد كده طبعا ابدا انسب العزوم في اتجاه اكس وفي اتجاه واي واطلع قيم حديد التسليحه. وده يا باشمهندسين يكون بالنسبه لنا اول مطلوب ان انا ابدا اصمم بلاطه الفلات سلاب. طبعا هنشوف الرسمه بس هنخلي في الاخر خالص، تمام. طيب كان المطلوب رقم 2 يا باشمهندسين ان انا ابدا اشيك بنش للعمود سي 1. طيب هنشوف هنعمل الكلام ده ازاي. طبعا بالنسبه لنا ده العمود انترنال، الكود قال لك يا باشمهندس ان انا ببعد على بعد دي على 2 من وش العمود، ده الكريتيكال سكشن بتاعي، دي على 2 من ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال، من فوق ومن تحت.
اديك ابعاد الكريتيكال سيكشن ال اكس ال واي، ابدا احسبه الاقي ان ال اكس بتساوي ال واي عشان العمود بتاعي مربع، فهيكون بعد العمود زائد الدي، هيدي بوينت 8 3. طيب احنا عندنا القانون اللي انا بحسب بيه الاكشوال ستريس بيقول لك الكيو التيميت البيتا على الفي نوت في دي. زي ما اتفقنا انا محتاج احسب الرموز دي كلها، فبقول الكيو التيميت الحمل اللي هيعمل بانش في البلاطه هتساوي الدبليو سلاب التيميت في المساحه التي يتحملها العمود ناقص مساحه القطاع الحريق. طيب المساحه التي يتحملها العمود احنا اتفقنا ال 1 في ال 2 لو عمود انترنال، ال 1 في ال 2 على 2 لو كان عمود اكسترنال، ال 1 في ال 2 على 4 لما يكون عمود كورنر. فبص هلاقي العمود بتاعي اللي انا بعمل له تشيك عمود انترنال، يبقى ال 1 في ال 2 على طول ناقص ال اكس في ال واي خلاص بين 8 3 بوينت 8 3. هديك يا باشمهندس الحمل 1306.11 كيلو نيوتن. طيب ايه البيتا يا باشمهندسين؟ هتلاقي البيتا اتفقنا يا اما 1 15 1 و3 1 ونص، 1 15 عمود انترنال، 1 و3 عمود اكسترنال، 1 ونص عمود كورنر. طبعا انا العمود بتاعي انترنال يبقى 1 15. طيب البي نود اللي هو محيط القطاع الحرج، انا طبعا عندي هيكون مجموع اطوال اضلاعه بالشكل ده كده، يبقى 4 ال اكس ماشي هيطلع ب 3.32 متر. كل حاجه جبتها خلاص ابدا اعوض، هيطلع ان الاكشوال ستريس 1.967 نيوتن على المليمتر سكوير. طيب بعد كده ابدا احسب الالوبل. الالوبل زي ما اتفقنا اللي هو المينيمم ما بين اربع قيم، او القيمه بين 8 الفا في الدي على البي نوت زائد 2 من 10 جذر الاف سي يو على جاما سي. بوينت 8 من 10 الالفا يا اما تكون 4 3 2، 4 انترنال 3 اكسترنال 2 كورنر. انا عمود انترنال يبقى هاخد 4، الدي 230 والبي نود احنا لسه حاسبينها خلاص زائد 2 من 10 جذر الاف سي يو 30 الجاما سي ب 1.5 هيديك 1.71. طيب القيمه رقم 2 بوينت 316 نص الاي على البي جذر الاف سي على جاما سي. الاي على البي هندسه هتكون الاي هو البعد الصغير للعمود والبي هو البعد الكبير للعمود. انا كده كده عندي العمود بتاعي مربع بقول 600 على 600 خلاص جذر 30 على 1.5 هيديك 2.12 نيوتن على المليمتر سكوير. طيب القيمه رقم 3 بوينت 316 جذر اف سي على جاما سي هيديك 1.413، والقيمه الاخيره بتكون قيمه مباشره 1.7 نيوتن على المليمتر سكوير. طبعا انا باخد المينيموم، هتلاقي المينيموم هي القيمه رقم 3. طيب هبدا اقارن هلاقي ان الاكشوال طلع اكبر من الاول، يبقى انا في الحاله دي انصيف. طيب في الوضع ده هندسه انا هعمل ايه؟ طبعا في الوضع ده انصيف، المفروض في ازود بقى تخانه البلاطه او ازود ابعاد العمود او استخدم دروب او استخدم هيد، تمام؟ لكن احنا في وقت الامتحان طبعا الكلام ده كله مش مسموح، ان انت تعيد طبعا المساله كلها من الاول خالص، فانت بتقول له ان انت انصيف وان احنا هنزود التخانه وشكرا على كده. خلاص وده بالنسبه لنا يكون المطلوب رقم 2. طيب المطلوب رقم 3 كان عايز ان احنا نصمم العمود سي 2 اهو، لان ده العمود سي 2. طيب زي ما اتفقنا ان العمدانيه مش منصيب بتكون معرضه لايه؟ بتكون معرضه للكومبريشن فورس، وموجود عزم في اتجاه اكس وعزم في اتجاه واي ماشي. عندك الحمل احنا زي ما اتفقنا ان انا لما باجي ادرس بدرس العمود اللي موجود في الدور الارضي، تمام؟ ده اللي بيكون شايل المبنى كله، فبقول دبليو سلاب التيميت المساحه اللي بيشيلها العمود في عدد الادوار في 1.1 عشان اخد تاثير الوزن. الدبليو سلاب التيميت خلاص احنا حاسبينها ب 20.63. المساحه اللي يتحملها العمود هبص هلاقي ان العمود بتاعي عمود اكسترنال، يبقى ال 1 في ال 2 على 2 اهو 8 في 8 على 2، في عدد الادوار كان قايل لي 3 في 1.1 هيطلع ب 2178.53 كيلو نيوتن، تمام؟ اجي بعد كده يا باشمهندسين احسب اللزوم المؤثره على العمود بتاعي. هنبص هنلاقي ان احنا في اتجاه اكس حلينا بطريقه الامبيريكال ميثود، وفي اتجاه واي حلينا بطريقه الفريم اناليسيس ميثود، تمام؟ نفتكر مع بعض طريقه نقل اللزوم من البلاطه للعمود في حاله الامبيريكال، تمام؟ في الحاله دي يا باشمهندسين كنا اتفقنا ان انا بنقل نسبه 50% من قيمه اللزوم المؤثره على البلاطه للعمود لو كان العمود بتاعي انترنال، تمام؟ عمود داخلي. والحاله الثانيه ان انا 9 من 10 هو 90% لو كان عمود خارجي. طيب انا العمود اللي انا بدرسه بدرس العمود سي 1، تمام؟ هروح ابص على سي 1 في اتجاه اكس هلاقي ان ده مكانه ماشي جنب بلاطه من ناحيه اليمين وجنب بلاطه من ناحيه الشمال، يبقى انا عمود داخلي، يبقى المفروض النسبه بتاعتي نص ماشي. طيب يبقى انا في الحاله دي ضربت نص. طيب في قيمه العزم المؤثره على الكولم ستريب ماشي، انا دلوقتي العمود بتاعي المفروض لما اجي اقسم كولم ستريب وفيلد ستريب في اتجاه اكس
ادي كولم ستريب، وادي كولم ستريب تحت، وفي النص اللي ما بينهم الفيلد ستريب. لو جيت بصيت هلاقي ان الكولم ستريب ديت بالعرض كامل اللي هو 4 متر، لكن الكولم ستريب اللي موجوده تحت في اتجاه اكس بالنص العرض، يعني هنا 4 متر هنا هتبقى 2 متر، يبقى اصبح قيم العزوم اللي موجوده في شريحه العمود الطرفيه بتساوي نص قيمه العزوم اللي موجوده في الشريحه الكامله. طيب انا لما جيت حسبت العزوم اللي عندي في اتجاه اكس، العزوم اللي موجوده دي حسبتها على الشريحه الكامله ولا الشريحه النص؟ لا، ديت على الشريحه الكامله اللي هم بال 4 متر. تمام، يبقى انا في الحاله دي هاخد قيمه العزم بتاعه العمود واقسمها على 2. خدت قيمه العزم قسمتها على 2 عشان انا نص شريحه عمود، تمام، وارجع تاني اضرب في نص عشان هيكون عندك يا باشمهندسين ادي البلاطه وادي العمود. في عمود من تحت هياخد نص قيمه العزم، وفي عمود من فوق هياخد نص قيمه العزم، يبقى اول نص دوت بيكون النسبه اللي هيسحبها العمود من البلاطه. طيب خدت قيمة العزم وقسمته على 2 عشان العمود بتاعي شايل نص شريحة بس، تمام. بعد كده بضرب في نص تاني عشان انا عندي عمود من تحت وعمود من فوق، يبقى دوت قيمة العزم اللي هيكون جاي في اتجاه اكس. هنيجي بعد كده يا باشمهندسين في العزوم في اتجاه واي، تمام. احنا اتفقنا ان احنا اشتغلنا في اتجاه واي بطريقة الفريم اناليسيز ميثود، تمام. فاحنا بدأنا وخدنا الفريم بتاعنا وحليناه بالمومنت ديستريبيوشن وقدرت اجيب العزوم المؤثرة على البلاطة. اصبح دلوقتي يا باشمهندسين احنا في حاله الفريم اناليسيس ميثود، عشان احسب قيمه العزوم المؤثره على العمود هستخدمها بطريقه الايه؟ الجوينت، اتزان الجوينت. خلاص، طيب فين مكان العمود بتاعي؟ انا دلوقتي خدت شريحه الفريم بتاعي اللي حلتها بالفريم اناليسيس ميثود بالشكل ده كده، فالمفروض هيكون العمود بتاعي هو العمود اللي بره خالص بالشكل ده، يبقى اصبح العمود بتاعي هو ده. هيكون يا باشمهندسين في العزوم اللي جايه على البلاطه بالوضع ده كده، تمام، وفي عزوم جاي على العمود، وفي عزوم جاي على العمود بالشكل ده نتيجة اتزان الجوينت. المفروض تكون المحصلة كلها بصفر. فابدأ أشوف قيمة العزم المؤثر على البلاطة، أروح أجيبه من التوتال مومنت دايجرام اللي أنا حسبته للبلاطة اللي عندي، اللي هو كان بكام يا هندسة؟ اللي هو كان ب 745.53، هو ده، تمام. بعد كده عشان يحصل اتزان للجوينت ويكون المجموع بصفر، هيبدأ يتنقل العزم دوت على الأعمدة بعكس الإشارة، دوت بيلف عكس عقارب الساعة، يبقى المفروض العزوم المؤثرة على العمود تكون مع عقارب الساعة، ماشي. فأصبح العزم دوت هاخده وأبدأ أقسمه، نص هيروح للعمود اللي فوق ونص هيروح للعمود اللي تحت. يبقى في الحالة ديت هقول إن العزم اللي هيتولد على العمود في اتجاه واي هيبقى نص قيمة العزم المؤثر على البلاطة. هنفترض مع بعض يا باشمهندسين لو انا كان مطلوب مني ان انا ادرس العمود اللي موجود بره هنا اللي هو هيمثل على البلان العمود اللي فوق ده، خلاص. نفس الكلام اروح اشوف التوتال مومنت عامل ازاي، هبص الاقي ان العمود بتاعي اهو، هشوف ادي الكانتيليفر وادي البلاطه من جوه وادي العمود من فوق وادي العمود من تحت. طيب وبعدين عندي عزوم اهي، مقدار العزم ده كام؟ اللي هو 475. 475، طيب وعندي عزم على البلاطه من ناحيه الشمال، قيمه العزم كام؟ اللي هو 881 وربع. المفروض الفرق ما بينهم، لان الاثنين بيلفوا عكس بعض في الاتجاه، هيبدا يتقسم على 2 للعمود اللي فوق والعمود اللي تحت. فابدا اقول يا باشمهندسين اللي هي 881 وربع ناقص 475 و3، المفروض ده بقى قيمة العزومة اللي هتبدأ تتنقل على الأعمدة، هبدأ أضربها في نص، يبقى أصبح العمود اللي تحت هيكون عليه 171 ونص، والعمود اللي فوق هيكون 171 ونص، العمود اللي فوق والعمود اللي تحت، خلاص؟ طيب، بعد كده يا باشمهندسين حسبت طبعًا العزوم خلاص المؤثرة على العمود، وحسبت الكونفرشن فورس، مسألة عمود طبيعية زي اللي كنا بنحلها، تشيك باكلينج، هبص ألاقي العمود بتاعي شورت، ديزاين، استخدم باي أكسن انتراكشن دايجرام. واطلع قيم التسليح، تمام. ابدا اقارنها بالمينيمم، الاقي المينيمم هو الاكبر، يبقى هاخد المينيمم احوله لقطر عدد هيطلع 12 فاي 18، وهيكون ده رسم تفاصيل التسليح بالنسبه للعمود. طيب نرجع بقى نشوف رسم تفاصيل التسليح للبلاطه، تمام. احنا طبعا نوع البلاطه اللي احنا خدناها كان اوردينري فلات سلاب، مفيش اي اختلاف منها يا باشمهندس عن الطريق اللي احنا رسمناها قبل كده، عن طريق ان انا بروح للكولم ستريب واشوف الحديد بتاعه،
بعد كده السفلي هقسمه نصين، نص هيوصل من عمود للعمود والنص التاني هيكون قصير عن طريق ان انا ابعد عن الاكس ضمن نسبية. ضمن في كام؟ في 8. ماشي؟ ده بالنسبة للسفلي. طيب بالنسبة للعلوي نفس الكلام، بقسمه 50% و50%، 50% طويل و50% قصير. طيب الطويل ده هندسة قال لك هنقيسه من وش العمود 3 من 10 ال ال. ماشي؟ طيب والقصير قال لك نفس الكلام هنقيسه من وش العمود، بس دوت هتكون مسافته 2 من 10 ال ال. ماشي؟ طيب الناحية التانية نفس الكلام، من وش العمود 3 من 10، من وش العمود القصير هيكون 2 من 10. في المناطق اللي في النص في العلوي بنبدأ نحط حديد مينيموم، المينيموم بيكون بقطر 10 وبنفس العدد يمين وشمال. ده بالنسبة للكولاب ستريب. طب الفيلد ستريب بنفس الكلام، في السفلي هو هو اللي هنطبقه في الكولاب ستريب هنطبقه في الفيلد ستريب. نصه بيوصل من عمود لعمود، النص التاني بسيب تمن المسافة من الأكس وأبدأ أرسم السيخ القصير. في العلوي لا، في العلوي بيختلف، ان انا بحط في الفيلد ستريب بحط الحديد كامل بنسبه 100%. لو طلع معايا 5 16 ببدا اقيس المسافه من وش العمود كام؟ 22 السبان 22. ماشي؟ نفس الكلام في اللي بره، من وش العمود اهو ابدا اقيس 22. هيبقى المنطقة اللي في النص هحط فيها حديد مينيموم، حديد مينيموم هيكون بقطر 10 وهحافظ على العدد يمين وشمال هيديني 5/10. ده في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. طريقة الرسم هتكون نفس النظام مع عمل الشوكة اللي الكانتليفر بتاعي. تمام؟ ويكون ده يا باشمهندسين المثال بتاعنا، المثال الأولاني. هنبدأ يا باشمهندسين نشوف مثال تاني بشكل مختلف تماما، بس عشان ايه؟ نثبت المعلومة. ماشي؟ نفس الكلام هنبدأ نشوف مدينا المرة ديت بلان، بس عدد الأدوار بتاعنا بقى 4 أدوار. مديك اللايف لود ب3، وزن الحوائط ب2، مديك الفلور كفرنج عندنا ب2 برضه كلينو 3 مربع، أبعاد العمود 400 في 400، ارتفاع الدور الواحد 4 متر، الإف سي 25 والفيلد 360. نفس الكلام المطلوب نصمم البلاطة ونتشيك على عمود C1، نصمم العمود C2. أدي العمود C1 دوت المطلوب في السي 1 ان انا هعمل له بنش، لكن سي 2 ده مطلوب منه ان انا اعمل له ايه؟ ديزاين. نفس الكلام يا باشمهندسين ال7 خطوات اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هي خطوه الدايمنشن، بعد كده احسب الاحمال، بعد كده اعمل اناليسيس، بعد كده اعمل عمليه ديستريبيوشن، بعد كده اعمل عمليه ديزاين، بعد كده اشيك بنش، وفي الاخر ارسم تفاصيل التسليح. طيب ابدا اشوف خطوه الدايمنشن، هلاقي ان اللايف لود عندي اقل من 5، يبقى انا هستخدم اوردينري ريفلات سلاب، هيبقى ال 1 على 32. طيب اشوف الابعاد الباقي اللي عندي، هتلاقي الباقي كلها 6 في 5 5 في 6. ماشي؟ طيب اقول ال 1 هتطلع ب 6 متر، اقول 6000 على 32 هيطلع ب 187.5 مللي. تمام؟ هشوف التخانه الاقرب هتطلع 200 مللي. تمام؟ طبعا ما عنديش كولم هيد ولا عندي دروب بانل، يبقى ما احسب لهمش. خش الويتس اوف كولم ستريب والويتس اوف فيلد ستريب. كولم ستريب بتكون بعدها ثابت او العرض بتاعها ثابت في الاتجاهين، اتجاه اكس واتجاه واي، الاثنين على 2 2.5 متر. طيب الفيلد ستريب في اتجاه هتكون الاثنين على 2، والاتجاه الثاني ال 1 مقاس الاثنين على 2، هيطلع 2.5 في اتجاه اكس و3.5 في اتجاه واي. طيب اللودز، دبليو ديد لود، وزن البلاطه تي اس في جام ار سي، فلور كفرنج، وزن الحوائط هيطلع ب 9 كيلو متر على متر مربع، اللايف لود جيفن ب 3. هحسب دبليو سلاب التيميت 1.5 ديد زائد اللايف هيديك هندسه ب 18 كيلو نيوتن على المتر المربع. تمام؟ اجي بقى للاناليسيس. ماشي؟ ونشوف الشروط بتاعتنا. هندرس الشروط في اتجاه اكس والشروط في اتجاه واي. تمام؟ ادي البلان بتاعي. اشوف في اتجاه اكس اول شرط قال لك ان لازم يكون عدد البواكي لا يقل عن 3. طيب اشوف اتجاه اكس، ادي باكيه 2 3، يبقى اول شرط اتحقق. طيب الشرط رقم 2 قال لك النسبه ما بين طول الباكيه لعرضها اقل من 1 و3. هقسم 5 على 6 ونشوف هيطلع بكام. 6 على 5 هيطلع 1 و2 اقل من 1 و3، يبقى الشرط الثاني اتحقق. الشرط رقم 3 قال لك الفرق بين باكيتين متجاورتين لا يزيد عن 10%. والفرق والشرط الرابع لك الفرق بين باكيتين غير متجاورتين لا يزيد عن 20%. تمام؟ ابص الاقي ان الباكي كلها قد بعض، يبقى الشرط رقم 3 والشرط رقم اتحقق. يبقى انا في اتجاه اكس هستخدم طريقه الامبيريكال. تمام؟ طيب هنشوف بقى في اتجاه واي. هبص على اول شرط قال لك عدد البواكي اللي تقل عن 3، هبص مش هلاقي غير باكيتين بس. اول شرط باظ خلاص. يبقى انا في حاله واي هبدا استخدم في اتجاه واي هستخدم طريقه الفريم اناليسيس ميثود. طيب هاجي بعد كده
اتجاه اكس الاقي شورت اتحققت، استخدم الامبيريكال ميثود، هحسب العزم التوتال في اتجاه اكس دبليو سلاب التيميت في ال واي على 8، الاكس ناقص 2 على 3 دي لكل تربيع 18. ال واي عندي هتكون ال واي في اتجاه واي ب 5 على 8 في الاكس، الاكس هتكون ب 6 ناقص 2 على 3 دي اللي هي بعد العمود الصغير اللي هو احنا كده كده العمود بتاعنا مربع اللي هو 4 من 10 كل تربيع، هيدينا قيم الزوم بالقيمه دي 369.8 كيلو نيوتن متر. وانا عندي في اتجاه اكس في كانتليفر مره اهو، بنحسب له العزوم التوتال بتاعته لوحده عن طريق اول دبليو سلاب التمت في ال ان على 2 في ال كانتليفر تربيع. طيب الدبليو سلاب التمت عندنا ب 18، الطول العمودي هشوف الكابول هيظهر معايا في اتجاه ايه واضرب في الطول اللي عكسه، ماشي؟ يعني انا دلوقتي عندي لما اخد شريحه في اتجاه اكس هيبدا يظهر عندي الكابول بتاعي، فبالتالي هضرب في الطول العمودي اللي هو الواي، في الواي عندي ب 5، بقول 18 في 5 على 2 في ال تربيع اللي كانت الليفر تربيع اللي هو ب 2. هلاقي يا باشمهندسين ان العزم التوتال اللي كانت الليفر اللي هو 180 كيلو نيوتن متر، تمام؟ نفس الكلام هروح جاي بدأ موزع بقى العزوم عندي في اتجاه اكس عن طريق الجدول بتاع الامبيريكال ميثود. خلاص احنا عندنا توزيع ثابته للكانتليفر، الكل ستريب بيكون 75% في الستريب بيكون 25%، تمام؟ والتوزيع هيكون بالشكل ده للكل ستريب في الستريب. طيب نيجي بقى في اتجاه واي اشوف الشروط، هلاقي ان عدد البواكب 2، طبعا اول شرط بتاعي اخل، يبقى خلاص هروح جاي استخدم طريقه الفريم اناليسيس ميثود، تمام؟ ايه اللي هيتم هندسه؟ ان انا اخد البلاطه اللي عندي ابدا اقسمها لمجموعه من الفريمات، ماشي؟ فبالتالي من بره كده هبدا اقسم سنتر تو سنتر من العمود للعمود، اصبح دلوقتي ادي فريم اولاني اهو، وادي فريم الثاني، وادي الفريم الثالث، في الاخر خالص الفريم اللي بره الفريم الرابع، ماشي؟ اصبح دلوقتي انا هبدا اقسم، ده هيكون نص فريم، ده هيكون فريم كامل، ده هيكون فريم كامل، وده هيكون فريم بس بعرض 5 متر، يعني دوت المسافه ديت هتكون 3 متر، المسافه دي هتكون 6 متر، المسافه دي هتكون 6 متر، المسافه دي هتكون 5 متر اللي هي نص ال 6 زائد ال 5 زائد ال 2 متر بتوع الكانتليفر، هيديك 5 متر، فريم بعرض 5 متر. طبعا انا لما اجي اشتغل هشتغل على العرض الاكبر اللي هو ال 6 متر، ماشي؟ طيب هبدا احسب الحمل للفريم بتاعي، كنت بقول دبليو سلاب التيميت في الطول العمودي، انا عندي دبليو سلاب التيميت كنت هحسبها ب 18. طب الطول العمودي انا زي ما اتفقت ان انا عندي الفريم بتاعي هيكون في اتجاه واي، يبقى هضرب في ال اكس، ال اكس عندي بكام؟ ب 6، هيدينا 108 كيلو نيوتن لكل متر، ماشي؟ شكل الفريم بتاعي هيكون عامل ازاي هندسه؟ عندك عمود في الاول، عمود في النص، وعمود فوق خالص، ادي عمود في الاول، وعمود في النص، وادي عمود في الاخر، مربوط بينهم ببلاطه، البلاطه دي معرضه للحمل 108 كيلو نيوتن لكل متر. هنبدا نستخدم طريقه برضو المومنت ديستريبيوشن عن طريق ان انا اجمع العزوم عند الجوينت، طبعا مش هتلاقيها بتساوي صفر عكس الاشاره، وابدا اوزع كل عنصر على حسب قدرته، تمام؟ يبقى انا في الحاله ديت لازم احسب الديستريبيوشن فاكتور، الديستريبيوشن فاكتور ده بيعتمد على الستيفنس بتاع كل عنصر اللي هي بتساوي الاي في الاي على الال، زي ما اتفقنا ان الاي عندي كله من خرسانه فمش هتاثر معايا، هيبقى لك بس الاي على الال، ماشي؟ يبقى انا ابدا احدد المومنت ديستريبيوشن للعنصر بتاعي لكل العناصر اللي عندي، انا عندي عمود وعندي بلاطه، عندك العمدان بتاعتنا 400 في 400 والبي في تيتا كيب على 12، اديك الرقم ده. طيب البلاطه زي ما اتفقنا البلاطه عندك العرض 6 متر، طيب التخانه كانت بكام يا هندسه اللي احنا حسبناها في خطوه الدايمنشن؟ التخانه كانت ب 200، 200 مللي، تمام؟ يبقى اقول نفس الكلام البي في التيتا كيب على 12 هيديك الرقم ده. ده هيكون المومنت اوف انرجي. خش بقى في الاستيفنس الاي على ال للعمود هيدينا الرقم دوت، وللبلاطه هتلاقي ان الاسبان بتاعنا 5 متر اي على ال، ماشي؟ المسافه من العمود للعمود دوت 5 متر، والمسافه من العمود للعمود ده 5 متر. خلاص ابدا بقى نفس الكلام احسب الديستريبيوشن فاكتور للبلاطه عند الجوينت المختلفه. عندك يا باشمهندس جوينت A وجوينت B وجوينت C. نتيجة طبعا ان احنا عندنا تماثل هتلاقي الديستريبيوشن فاكتور عند نقطة A زي نقطة C بالظبط، تمام؟ طيب هبدأ عند نقطة A، عندك ايه هندسة؟ عندك بلاطة وعمود من فوق وعمود من تحت، فابدأ اقول K سلاب على الستيفنس بتاعة العناصر عند جوينت A اللي هي 2 K عمود زائد K بلاطة سلاب، ماشي؟ هبدأ طبعا اعوض بالكهات اللي انا حسبتها،
هيديك 0.429، وده هيكون نصيب البلاطه من العزوم اللي انا ببدا اوزعها. طيب اجي بقى عند جوينت بي، هبص هنقول ان انا بحسب البلاطه كسلان، على هلاقي ان عندي بلاطه ناحيه اليمين، بلاطه ناحيه الشمال، عمود من فوق، عمود من تحت، يبقى الاول على 2 كي عمود زائد 2 كي بلاطه. ابدا اعوض اهو، كي سلاب على 2 كي عمود زائد كي بلاطه، هيديك 0.3. واذا نصيب البلاطه في الجوينت بي هيكون 3/10. بعد كده يا باشمهندسين احسب الفيكس اند مومنت عن طريق ان انا اطلع البلاطه اللي عندي او العناصر كلها بصفه عامه. انا عندي بلاطه معرضه لحمل 108 كيلو نيوتن على المتر، الاسبان بتاعها 5. نفس الكلام هنا بلاطه معرضه برضه لنفس الحمل ونفس الاسبان، فبطلع واحده بس. انا عندي الاعمده مش عليها احمال، فانا مش محتاج اطلعها خالص ولا احسب لها اي حاجه. ماشي، هيبقى عندك بس ان احنا هنطلع البلاطه ونحسب لها الفيكس اند مومنت. ماشي، الفيكس اند مومنت دبليو سكوير على 12 هتعوض الهندسه، هيطلع 225. قاعده الاشارات بتاعتنا مع عقارب الساعه موجب عكس عقارب الساعه سالب، هلاقي ان هنا اتجاه العزوم مع عقارب الساعه عشان كده خدناها موجب، هنا عكس عقارب الساعه خدناها سالب. كده كل حاجه جاهزه هندسه. نروح الجدول بتاعي، اطلع البلاطه لل اي بي وهنا بي سي. طيب الجدول بتاعنا هيتكون من ايه هندسه؟ ديستريبيوشن فاكتور اللي انا حسبته، فيكسد اند مومنت، ديستريبيوشن مومنت، كاري اوفر مومنت، والمومنت فاينل. طيب ابدا اروح اشوف الديستريبيوشن فاكتور، طلع عند جوينت اي 0.429، وجوينت سي نفس الكلام نتيجه التماثل 0.429. طيب عند بي كان طلع 3/10. طيب الفيكسد اند مومنت جاب لي عند نقطه اي سالب 225، عند بي موجب 225 سالب 225 موجب 225. تمام، ابدا بقى هندسه اشوف الديستريبيوشن مومنت عن طريق ان انا اجمع لمجموع العزوم عند جوينت اي اكسب عكس الاشاره وابدا اضرب في الديستريبيوشن فاكتور. طيب انا عند جوينت اي هتلاقي فيه عمود من فوق وعمود من تحت معش عليهم عزوم خالص، فبالتالي هاخد قيمه العزم دوت بعكس الاشاره اللي هو 225 موجب، يبقى اقول 225 بالموجب في قيمه الديستريبيوشن فاكتور اللي هو 0.429. 0.429 هيديك 96.5. 96.5 تمام. ده عند جوينت اي، وعند جوينت سي هيكون نفس الكلام برضه. طيب عند جوينت اي بي عندك عمود من فوق وعمود من تحت، عندك العزوم عليها بصفر، فبالتالي هيبقى لك بس قيم الفيكسد اند مومنت عند جوينت بي، عندك هنا بالسالب وهنا بالموجب، يبقى المجموع بصفر، هيبقى ده الديستريبيوشن مومنت. بعد كده الكاري اوفر مومنت ان انا اخد قيمه العزم دي اوديها الناحيه الثانيه في نص، والناحيه العكس بالنسبه لبي نفس الكلام، الناحيه الثانيه هنا في نص هنا في نص. تمام، بعد كده الام فاينل او المومنت فاينل ان انا بجمع قيم العزم. ماشي، ادي الفيكسد اند مومنت والديستريبيوشن مومنت والكاري اوفر مومنت، اجمعهم واحط في الايه، في المومنت فاينل، فيكسد اند مومنت، ديستريبيوشن مومنت، كاري اوفر مومنت، واجمع واحط تحت، هيطلع في الاخر يا باشمهندسين ان شكل التوتال مومنت على البلاطه بالشكل ده كده. عندك بره هنا بسالب 128.47 اهو، هنا 273.26 اهو، وزيهم الناحيه الثانيه. تمام، طيب بعد كده هبدا بقى اوزع التوتال مومنت اللي انا جبته دوت. نفتكر مع بعض كان قال لك الجدول بتاعنا مقسم لعزوم سالبه داخليه، عزوم سالبه خارجيه، وعزوم موجبه. طيب العزوم السالبه الداخليه كان قال لك 75 عمود و25 وسط، دي السالب الداخلي. طيب السالب الخارجي كان قال لك 80% عمود، قال لك 20% وسط. طيب بالنسبه للعزوم الموجبه قال لك لا، ده 55 عمود 45 وسط. ابدا يا هندسه وزع دلوقتي. انا بالنسبه لي دوت بيكون عزم سالب خارجي، يبقى 80 20، يبقى في الحاله دي اقول 8/10 في قيمه العزم، ده بالنسبه للعمود، وبالنسبه للفيلد ستريب هتبقى 2/10 في قيمه العزم. طيب العزم الموجب يا هندسه 55% عمود 45 وسط. طيب السالب ده بالنسبه لنا سالب داخلي، يبقى 75 و25، يبقى هنا 75 وهنا 25. تمام، طبعا الكلام ده هيكون زيه الناحيه الثانيه نتيجه التماثل. تمام، يبقى احنا كده عملنا عمليه خطوه الاناليسيز، في اتجاه اكس حلينا في امبيريكال ميثود، في اتجاه واي حلينا فريم اناليسيز ميثود، ووزعنا. بعد كده خطوه الديزاين، ان انا بشوف قيمه العزم طبعا الكبيره هلاقيها طلعت فين؟ في شريحه العمود اللي في اتجاه واي اللي هي 204.95.
هبدأ طبعا بصمم السي 1 والجي واجيب التسليح، نفس الخطوات ما فيهاش اي اختلاف، 3 7 باي 18. بعد ما جبت التسليح ابدا انسب لبقيه القطعات، يطلع لنا التسليح بالشكل ده، وده بالنسبه لنا يكون اول مطلوب اللي هو خطوه الديزاين. والتسليح طبعا مش هيبقى فيه اي اختلاف خالص، ده اوردينري فلات سلاب زي ايه ما شرحنا من شويه. نخش على المطلوب رقم 2 اللي هو التشيك بانش للعمود سي 1. تمام، طبعا السي 1 هيكون عمود خارجي اكسترنال، هل هيكون الكود قال لك هتبقى دي على 2 من كل اتجاه، من فوق من اليمين ومن تحت، هيدي قطاع حرج ابعاده ال اكس ال واي، ال اكس هيساوي بعد العمود زائد دي على 2 من ناحيه اليمين فقط، ال اكس بعد العمود زائد دي على 2 هيديك بوينت 49. طيب ال واي هيكون بعد العمود زائد الدي، لان انا طلعت دي على 2 من فوق ودي على 2 من تحت، هيديك بوينت 58. طيب احسب الحمل اللي هيعمل بانش في البلاطه، حمل البلاطه في المساحه التي يتحملها العمود ناقص مساحه القطاع الحرج. طيب المساحه التي يتحملها العمود، انا عندي عمود اكسترنال يبقى لي 1 في 2 على 2، وعوض بالكلام ده هيطلع ب 264.88 كيلو نيوتن. طيب بيتا ده عمود اكسترنال يبقى 1 و3، البي نود دي محيط القطاع الحرج، ابدا اجمع البعد دوت والبعد دوت والبعد ده، خلاص مش بجمع البعد اللي بره عشان خلاص البلاطه تكون انتهت. فبقول 2 ال اكس، ال اكس من تحت وال اكس من فوق زائد ال واي ناحيه اليمين فقط، هيديك 1.56 متر. عوض في الاكشوال ستريس هيطلع 1.226. الالاوبل الاربع قيم بتوعنا 0.8 الفا في الديال بي نوت زائد 2 من 10، جهاز الاف سي يو على جاما سي 8 من 10، الالفا عندي ب 3 لان احنا 8 هي 4 3 2 3 دوت لما يكون عمودك استنى في الدي 180 على البي نود اللي هيستحسبينها زائد 2 من 10 جذر 25 على 1.5 يطلع 1.78. قيمة رقم 2 نص اي على البي جذر اف سي على جاما سي، ابعاد العمود هتبقى مربعه يبقى 400 على 400 هيطلع 1.935. قيمة رقم 3 تطلع 1.29. قيمة رقم 4 قيمة مباشرة على طول 1.7. هشوف الاكشوال والالاوبل، انا عندي الالاوبل هو المينيموم ما بين الاربعه اللي هو القيمه دي، هلاقي ان الاكشوال اقل من الاول يبقى انا سيف. تمام، دي خطوة البانش. طيب نيجي بقى لخطوة الديزاين بتاعة العمود ونشوف هنعمل ايه. نفس الكلام يا هندسة، العمود عليه حمل الكمبريشن، عليه عزم في اتجاه اكس، عليه عزم في اتجاه واي. طيب قيمة الحمل الكمبريشن اللي هو البي التمت بتساوي دبليو سب التمت في المساحة اللي هيتحملها العمود في عدد الأدوار 1 و 12. عندك 18 مساحة اللي هيتحملها العمود، فين العمود اللي أنا بصممه يا هندسة؟ أهو قال لك سي 2، ده عمود انترنال يبقى ال 1 في ال 2. ادي يا باشمهندس ال 1 في ال 2 اللي هو 6 في 5 في عدد الادوار كده 4، 1 1 من 10 وزن العمود يطلع 2376 كيلو نيوتن. طيب ابدا اشوف اتجاه اكس واتجاه واي. ماشي، في اتجاه اكس حللنا من الامبريكال، في اتجاه واي حللنا بطريقه الفريم اناليسيز. تمام، هبدا اروح في اتجاه اكس اللي احنا حليناه بالامبريكال زي ما اتفقنا مع بعض، قلنا يا اما ياخد 50% من قيمه العزم يا اما بياخد 9 من 10 من قيمه العزم. بياخد نص في حاله لو كان عمود داخلي، بياخد 9 من 10 لو كان عمود ايه خارجي. طيب فين العمود اللي انا بصممه يا هندسه؟ ادي العمود اللي انا بصممه اهو، اروح اشوف في اتجاه اكس، ادي الكولم ستريب في اتجاه اكس اهي، ادي العمود بتاعي اهو، بلاطه يمين وبلاطه شمال يبقى عمود داخلي فهاخد نسبه نص. طيب بعد كده بضرب في قيمه العزم، بس السؤال عندي هل اخد قيمه العزم مباشره ولا اقسمها على 2 على اساس ان هي نص شريحه؟ هبص هلاقي ان العمود بتاعي موجود في شريحة عمود كاملة، ادي شريحة العمود بتاعتي كاملة اللي هي باتنين ونص، يبقى ياخد قيمة العزوم زي ما هي. تمام، بعد كده بضرب في نص تاني عشان عندي عمود من فوق وعمود من تحت، ادي البلاطة بيكون في عمود من فوق وعمود من تحت، هيطلع قيمة العزم 46.23 كيلو نيوتن متر. طيب انا في الفريم اناليسيس ميثود بقى في اتجاه واي، زي ما اتفقنا ان احنا في حاله الفريم اناليسيس ميثود بحصل على العزوم من عن طريق التزاين الجوينت. طيب انا العمود اللي انا بصممه موجود فين اهو يا هندسه؟ موجود في النص. اروح بقى التوتال مومنت اللي انا حليته بالمومنت ديستريبيوشن اهو، دي كانت التوتال مومنت بتاعي، انا بدرس العمود الوسطي دوت. هبص يا باشمهندس الاقي ان انا عندي بلاطه ناحيه اليمين عليها عزم مقداره 273.26، وعندي بلاطه ناحيه الشمال مقدار العزم اللي عليها 273.26، وهيكون عندك عمود من فوق وعمود من تحت. تمام، فبالتالي ده هيكون شكل الجوينت بتاعي اهو. هبص الاقي يا باشمهندس ان العزم ده بيلف
عكس عقارب الساعة، والعزل ده بيلف مع عقارب الساعة، هيلاشوا بعض خالص. هيتبقى يا باشمهندسين ان يكون العزوم المؤثرة على الأعمدة فوق وتحت بصفر، بزيرو خلاص. يبقى اصبح قطاع العمود بتاعي هيكون عليه عزم في اتجاه اكس جاي من الامبيريكال ميثود اللي هو 46، وفي اتجاه واي مفيش عزوم خالص، بصفر. نبدأ بقى نحل نفس الكلام بقى، نحل تشيك باكلينج ونشوف العمود لونج ولا شورت. يطلع العمود لونج في الاتجاهين، نحسب الاديشنال مومنت ونبدأ نجمع. دي العزوم اللي جايه من الاحمال زي ما اتفقنا، مفيش عزم موجود غير في اتجاه اكس بس وفي اتجاه واي بزيرو، تمام. ودي العزوم اللي جايه نتيجة الـ additional moment. أنا عندي العمود بتاعي unbraced، أبدأ أجمع على طول، تمام. هيطلع العزم المؤثر على العمود بالشكل ده كده. هنستخدم الـ biaxial interaction diagram وأخش وأحسب، أطلع الرو وأحسب قيم التسليح وأقارن بالمينيموم، ألاقي إن الحديد اللي أنا حسبته أكبر، هيطلع بـ 16 في واي 25، وهيكون شكل التسليح بالشكل ده كده للعمود، ماشي. وده هيكون شكل التسليح بالنسبة للإيه؟ البلاطة الفلات سلاب. هيكون دي اورديناري فلات سلاب زي البلاطات اللي احنا حليناها قبل كده، نفس فكرة الرسم، ماشي يا شباب. وكده يكون المثال رقم 2 خلص، ويكون كده قفلنا الحمد لله موضوع الفلات سلاب، ويكون بس فاضل لنا هو موضوع الفريم، وان شاء الله يكون ايه خلصنا. واتمنى لكم التوفيق باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.